الأقارب وهم محتاجون، لكنهم لا يصلون ولا يصومون، هل يجوز لي أنا قريبهم ومن لم يكونوا أقرباءهم إعطاءهم زكاة الفطر والمال والتصدق عليهم دون غيرهم لحاجتهم الماسة، رغم أننا طلبنا ونطلب منهم باستمرار الصلاة والصيام مع وجود غيرهم من الفقراء الذين ليس بيننا وبينهم صلة وهم يصلون ويتصدقون ويصومون؟ جزاكم الله خيرا. الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فإن الصلاة والصيام صلوات الخمس صيام شهر رمضان ركنان من أركان الإسلام، لا يقوم الإسلام إلا بتمام أركانه، ولا سيما الصلاة فإنها عمود الإسلام. قال النبي صلى الله عليه وسلم: بين العبد وبين الكفر أو الشرك ترك الصلاة. قال صلى الله عليه وسلم: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، من تركها فقد كفر، فترك الصلاة كفر بالله سبحانه وتعالى، سواء تركها جاحدا لوجوبها أو متكاسلا مع الإقرار بوجوبها على الصحيح، لأن ترك الصلاة ترك لعمود الإسلام، ومن تركها فقد كفر كما جاء في الحديث، إلا أن يتوب إلى الله سبحانه وتعالى. وبناء على ذلك فإنه لا تحل له الزكاة، زكاة المال وزكاة الفطر، كل الزكوات الواجبة لا تحل لكافر، وإنما هي للمسلمين، لفقراء المسلمين، إنما الصدقات للفقراء والمساكين إلى آخر الآية، يعني من المسلمين. إلا من استثنى الله من مؤلفة قلوبهم على تفصيل في ذلك. وأما التبرعات صدقات التطوع فلا بأس أن يعطوا منها مع دعوتهم إلى التوبة ودعوتهم إلى المحافظة على الصلاة والصيام، فيعطون من التبرعات، ولكن لا يتركون من الدعوة والإنكار والتحذير والموعظة، لعلهم يتوبون إلى الله سبحانه وتعالى، سواء كانوا من الأقارب أو من غير الأقارب. ولكن الأقارب لهم خاصية في صدقات التبرع وصدقات التطوع، أما زكاة المال وزكاة الفطر فإنها تعطى لفقراء المسلمين سواء كانوا من الأقارب أو من غيرهم، لأنها حق لهم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم.